صراحة أنا دابا كل مرش كنشوف، ولكن كنتبع مكتوب وكنتبع أولاد الدرب، وكنتمنى أنني من ليسالي رمضان نتبعهم كاملين، حيث من خصني ضروري نشوفهم. فكنت كندوز رمضان مع ماما، كنت كنتبع بزاف ديال المسلسلات. هذا العام كاين أنا في داري مع راجلي، وليت كنتبع مسلسل واحد بحر كيقضني الوقت فريمون. يعني يعني كان واحد المسؤوليه كبيره، الواحد البروجي ديالو والكوزينه والدار وبزاف ديال الحوايج، دونك فريمون ما عنديش الوقت. كنتفرج مسلسل واحد وتبارك الله رائع رائع رائع، هو المكتوب، هو المسلسل الوحيد اللي انا متبعه حاليا. وكاينين مسلسلات واحده اخرى اللي غنتفرجهم، ولكن جو بونس ان شاء الله من مور رمضان. مي المكتوب عمل رائع جدا. كنظن اني اكروشاني العمل اللي اكروشا بزاف المغاربه، واللي شفت ان اكثر مسلسل مشاهده في تاريخ التلفزه المغربيه اللي هو مسلسل ديال المكتوب، اللي فريمون شفنا واحد ليستواغ مختلفه على اللي كنشوفوا دائما. تبارك الله ممثلين ديالنا دائما مبدعين، وبالاخص كنشيد بالفنانه دنيا بوتازات اللي عطات واحد الجماليه. اي سيكونس كندوز فيها فريمون كتشدنا بدوك الكلام ديالها، بطريقه ديال الامثله ديالها المغربيه القحه. وتبعت من ولاد الدرب، كاين الوقت كنتفرج، ما كانش الوقت كنذكر شويه مع راسي. كاين شي حاجه تفرجتي فيها هذا العام وعجبتك؟ شي عمل رمضاني مازال ما تمعنتوش صراحه، هي هذه بكل صراحه. اما بزي... واحد يطلع واحد مره كان داكشي في المستوى صراحه، هي لا صراحه.